وسهلا فيكم أصدقائي بهالحلقة الجديدة من برنامج شو رأيك؟ بصلي أنه حلقتنا اليوم تساعد أي شخص انتبه أنه في شيء لازم يتغير بحياته ومش عم يعرف كيف بده يغيره. ببلد مثل لبنان السواقة على الطريق صعبة كتير، والشخص اللي معود على النظام بالبلدان التانية ما بيقدر يسوق عنا إلا إذا ساق على الطريقة اللبنانية، وهيدي بده وقت حتى يتعود عليها، بده وقت حتى يتعود يسوق بدون القانون. المشكلة مش إنه ما في عنا قانون سير، نحن في عنا قانون سير، بس المشكلة هي إنه الناس مش عم يمشوا على القانون، وما في متابعة من قبل الدولة حتى هالقانون يتنفذ، وللأسف بكتير من الأحيان بتكون نتائج كسر هالقانون كارثية. في جوانب تانية بالحياة بيحصل معنا مثل ما بيصير بقانون السير بلبنان، منتعرض لمواقف حرجة والرب بيحط ناس بطريقنا ينصحونا كيف نتصرف وما منرد عليهم، وبتكون النتيجة مرات للأسف كارثية. والمشكلة ساعتها ما بتكون إنه ما في حدا نصحنا، بتكون إنه نحنا ما عملنا بالنصيحة. بحلقة اليوم رح استضيف صديق قديم، صديق منه بعيد عن الإنجيل وعن كلمة الله. تعوا تنشوف نحن وياكم الفيلم اللي صورناه لحلقة اليوم، ونسمع رأيه ونكمل من بعد حلقتنا. بصوته رن بتميزه عن باقي الأصوات، وبالرغم من إطلالته الإعلامية القليلة، بس يلي بيعرف هاني العمري بيعرف هالشخصية الحساسة، هالشخصية المحبة للجميع. مش هين الموهبة يلي بتقدم أعمال قليلة خلال مسيرتها وبتغيب فترات، ولكن بتضر راسخة عند الجمهور. هيدا هو ضيف حلقتنا لليوم، الفنان المرهف هاني العمري. هاني العمري الصديق، قبل ما أعرف عن هاني العمري الفنان، أنا أصلاً من المعجبين فيك من زمان، قبل ما أنا حتى أغني، بس اليوم فرحان بالصداقة اللي بيني وبينك، وبشكرك انك وبشكرك انه رح تكون معنا بهيدي الحلقه من برنامج شو رايك. البرنامج اسمه شو رايك، رح شوف انا وياك فيديو صغير، ومن بعد ما نشوف الفيديو بسالك شو رايك. شو رأيك يعني باللي شفته؟ بس ما عرفت ليش تركت الإنجيل على المعرض. هي الفكرة إنه قريت الإنجيل، وأكيد حست شيء إنه الإنجيل عم يحكي لها شيء، ما بدها ترد، تركت الإنجيل، وما بدها الإنجيل يغير لها حياتها. والآية عم تقول اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. شو رأيك يعني باللي شفته؟ بالمختصر بدي أقول جملة اللي هي الرب كل يوم بيحكينا، وأنا بالذات بيحكيني كل يوم، وأوقات مشاغل الحياة بتلهيني وصعوبات الحياة بتلهيني، والشيطان له دور كبير اللي بيتدخل يوميا، والله بيسمح له حتى أحبه أكتر. ومثل ما بيقول أحد القديسين، بيقول إنه ربنا بجربنا وبيخلينا نتجرب دائما، وبيسمح بالتجربة لحتى بيخلينا نضل نحبه ونصلي له، لأن لو ما في تجارب
وما في صعوبات بالدنيا يمكن ما حدا بيطلع بالله وبينسى انه في شيء اسمه خالق ونحن خلايا. لا تقصوا قلوبكم. انا بالنسبه لإلي بشوف انه لازم رد دائما، لازم يكون في مرجع. بالعكس في ناس حاطين الانجيل منظر انه عندهم انجيل والغبر عليه، وهو مش كتاب الله بس، هو اهم عجيبه اعطينا اياها ربنا هو الانجيل. هل مرق مراحل بحياه هاني كان الانجيل بعيد عنه؟ طبعا هيدي المراحل اللي كان بعيد عنه ما كان يعتبر هاني انه كان مقسى قلبه على الكلمه. كيف كنت تشعر بهذاك الوقت؟ كنت ضايع كليا، بحس حالي اني مبسوط بس انا مش مبسوط. غير لي حياتي يسوع، علمني الروح القدس انه بدل ما انا اتعب لحالي، اذا الانجيل بايدي وكلمه الله بقلبي بنكون جبهة عم نحارب الشيطان وعم نحارب كل شيء قدامنا، بنحس انه هو عم يضايقنا. كنت عم حارب لحالي، كنت فكر حالي قوي. ما هلا ما تسالني بتجي القوه ما بعرف من وين. هذا هو. طيب لما هاني عم بيقول اني انا بسمع الله، يعني الله بيحكينا بكل يوم، كيف بيحكيك الله؟ من خلال ناس، من خلال اشخاص، من خلال علامات، من خلال شغله صارت قدامي، من خلال يمكن شخص عم بيقول لي جوعان، من خلال حادثه صارت معي وما انتبهت لها يوميا. أو بتكون قاعد مثلا عم تقرأ شي مرة بمقطع بالإنجيل بتحس ليك أيمن؟ أوقات بكون عم بقرأ بالإنجيل، بدي أفتح الإنجيل بلاقي الصفحة طلعت بالمكان اللي أنا عم بسأل يسوع وين القصة. في شي مرة صار مؤخرا وحسيت أنه قال لك تعمل شي وحسيته كتير صعب ومش قادر تعمله وبدك تبرم ظهرك ومش قادر تبرم ظهرك، صار هالصراع، سمعت صوته جوا وخايف تعمله؟ دايما بسمع صوته، وما كنت، ما صار لي زمان بصلي للروح القدس، ما كنت أعرف بكل صراحة بخبرك، يعني شغلة مهمة كتير بحياتي، صار تغيير جذري أنه ما كنت صلي للروح القدس وعيت لحضوره بحياتك وصرت أحكي معه. أكيد بحبه ليسوع وبحب ربنا وبعرف شو عامل. نتيجة واحد روح الله. بس وصلت لمطرح أيمن صرت أحكي مع روح القدس بأماكن معين حس أنه سكرت. الجواب بيكون بدنية وبقلبي أنه أنا معك من كيف بتسكر. إحنا مش لازم نخاف، يعني بيجي تفكر بشيء بس أفتح الإنجيل بيقول لي لا افرحوا ولا تقلقوا، افرحوا كل حين ولا تقلقوا. طيب كيف بدي خاف إذا يسوع معي وإذا الروح القدس معي وإذا أنا مؤمن؟ طيب يعني هون عم لك بس لكفيلك إنه عم تقلي بصير معك شيء، دايما بصير أشياء معي وبهجم عليها للآخر. صدقني بهجم، يمكن أوقات سلاحي الوحيد هو ربنا وبربح. بس بخاف من وين؟ الشيطان بحط لك بعقلك إنه أنت ابن يسوع وابن الرب، بس انت عم تخطي كل يوم مفكر انه يسوع معك. هي بسمعها كنت اوقع فيها. هلا بقول له انه طب انا عايش وانا عم بغلط وهو مات لسامحني وانا اقوى منك وبكفي. طبعا ما كنت اعرف جاوب، مين ما بيغلط، بس الفرق وين؟ الفرق انه نكون عم نغلط وماشيين يلا ماشي الحال. واللي عرفته انه فرق كتير كبير انه تكون عارف حالك عم تخطي وتطنش على الخبرية شو ما كان خطأك، أنه أنت معلش مات الرب كرمالنا وأنا عايش حياتي ومبسوط. وفرق كبير أنه أنت تكون ماشي هيك بينما أنه تفكر بكل غلطة بتعملها أنه أنا عم بعمل غلط بس عارف. بس وين كمان الشغلة الحلوة؟ أنه مطرح ما بحس حالي مش قادر هون خطية تنعتبر، بشع كتير لكل إنسان يكون في خطية مسيطر عليه، تحس انه هيدي حكمته عم بتخلص منهم وحده ورا الثانيه مش بقوتي. بقول له يا رب ساعدني، هيدي الشغله مضايقتني مسيطره علي. سؤال اخير لهاني، اذا الايه اللي كنا عم نشوفها هلا عم تقول اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، طيب اذا كان واحد قلبه قاسي شو بتنصحه؟ بنصحه، ما فيني انصحه له، فيني اقول له للرب يلين له قلبه لانه انا ما فيني اغير حاله وهو ما في غير حاله. بس فيني اطلب من شغلي بس من الرب انه هو يشتغل على حياته ويغيره، لانه مثل ما غيرني الي مثل ما غير ايمن كفروني في غيره. امين.
هاني أنا بشكرك على وقتك وبتمنى لك نجاح أكثر وأكثر وبالتوفيق بمسيرتك والله يوفقك. ميرسي لك. معه حق هاني، الإنسان اللي قلبه قاسي ما حدا بيقدر يلين له إياه إلا الله وحده. نحن شغلتنا نصلي له ونطلب من الرب يلين له قلبه ويغيره، ولكن في نقطة مهمة لازم ننتبه لها منيح، وهي إنه الله ما بيغير قلب حدا رافض التغيير. الله ما بيدخل على حياة إنسان مختار بإرادته إنه ما بده يرد على حدا. أنا برأيي الكبرياء هي السبب الأساسي اللي بيخلي الإنسان يقسي قلبه. ياما في ناس بيعتبروا أنفسهم أنه هن بيفهموا بكل شيء وما بيقبلوا نصيحة من حدا. في ناس من الصعب جدا أنه تحكي معهم أو تقنعهم بأنهم غلطانين، لأنه برأيهم هن ما بيغلطوا. هيك ناس بيضطر الله أوقات أنه يحكي بصوت عالي حتى يفهموا ويرجعوا عن ضلالهم. مرات الله بيسمح بتجربة قاسية بحياة إنسان حتى الإنسان يشعر بحاجته لإله ويتوب ويرجع لعنده. وبترجاكم فهموني شو عم أقول، مش عم أقول الله بيجرب إنسان أو بيضربه، عم أقول الله بيسمح أنه إنسان يتجرب وتجي ضربة لحياته لأنه مش عم يفهم عليه. رح أعطيكم مثل شو بقصد. لما كانت بنتي صغيرة كانت تجي تلعب حدي أنا وجريس لما نكون عم نشرب قهوة، وكل مرة تقرب من ركوة القهوة إلا انتبهي دادي القهوة سخنة رح توقع عليك وتحرقك. وهي ما كانت تفهم علي. من بعد شي 100 مرة ما كانت تفهم. في مرة قربت على ركوة القهوة ومدت إيدها حتى تلمسها، أنا سكت بس حضرت حالي وتركتها تلمس الركوة فحرقت أصابيعها شوي. مديت إيدي بسرعة ومسكت الركوة بإيدي حتى ما توقع عليها وتحرقها وتحرق لجسمها كله. بكيت وصرخت شوي وبعدين سكتت. قلت لها شفتي شو صار؟ فهمتي هلأ ليش ما بدي إياك تقربي على ركوة القهوة؟ بقيت إيدها توجعها كم يوم وبعدين صحت، بس من يومها ما عادت قربت أبدا على شي سخن محطوط قدامها على الطاولة. صحيح أنا سمحت بأنه إذا تحترق شوي، بس تعلمت الدرس. وبعدين ما بيصير لشي، تحترق إيدها شوي حرق بسيط وتتوجع شوي أحسن ما كل جسمها شي مرة يحترق حرق صعب تعاني منه كل حياتها. صديقي إذا كنت عم تسمعني اليوم وفهمت أنه الرب عم يدعيك تتوب وتجي لعنده، ما تقسي قلبك، ما تسمح للكبرياء تمنعك من الرجوع لله. بصلي أنه تكون حلقة اليوم ساعدتك تسمع صوت الله بشكل واضح حتى ما يضطر الله من بعدها يسمح بأنه تجيك ضربة وتسمع صوته بشكل قاسي. وبرجع بقلك مش الله اللي رح يضربك، عصيانك قسوة قلبك ممكن توصلك لضربة أنت مش عامل لحساب، لحتى الله يسمعك صوته وتفهم. حلقتنا لليوم انتهت، بعطيكم موعد بالحلقة اللي جاية. الرب يكون معكم.